قدس أقداس
أسرار أعظم عطية أعطيت للبشرية. وهذا هو قيمة هذا اليوم. في يوم الخميس العهد حصل حاجات عديدة، أحداث كانت كثيرة. المسيح أسس مبدأ حلو أيضا قبل التناول، اللي الآن عادة بيتعمل وراها. زمان كانت الكنايس تتقسم لثلاث خوارس: خرس المؤمنين، المواظين، التائبين. طبعا عشان ضيق الأماكن وعدم تناسب كثافة المؤمنين مع ما هو متاح، فأصبحت الكنيسة كلها خرس مؤمنين. عشان كده حتى زمان في الدورات، في دورة البولس تتعمل في خرس المؤمنين، وبعد كده يخرج الكاهن بره خرس المواظين، يعني الدورة يعني في الخارج. في البراكسيس بتبقى قاصرة على خرس المؤمنين بس. الكنيسة حاليًا هي خرس المؤمنين كلها، فبتتعمل دورة البراكسيس في الكنيسة. الكاتدرائية فيه بيبقى الخوارس موجودة وممكن تخرج بره في دورة البولس، لكن الكنيسة كلها خرس المؤمنين دلوقتي. فالآن إلى حد ما لما بنعمله بنعمله ورا شوية، إشارة للرمز ده، خرس التائبين. لما جه ربنا يسوع المسيح يغسل أرجل التلاميذ، غسل الأرجل هنا ليه معاني عديدة. شفنا إن بطرس قال له ده مش ممكن، ما يحصلش أنت تغسل رجلي، مش ممكن يحصل. قال له خلي بالك، لو ما كنتش اغسل رجلك مش هيبقى لك نصيب معايا. فراح عمل النقيض على طول، قال لا مش رجلي بس، ده رجلي وراسي وايدي كل عاملين زي الشمس، زي ما لهم يكون بيسرعوا بطاقه شويه يروح يمطوا، بيمطوا ومشي شويه يروح يجروا بزياده، لكن مفيش الاعتدال يعني الكلام لكم بالمره عشان تظبطوا معايا النهارده. فبطرس جه من النقيض للنقيض، قال له ده ده راسي، قال له لا، اللي اغتسل لا يحتاج الى الغسل الارجل. يقصد ايه اللي اغتسل هنا؟ بالمعموديه. يعني احنا بالمعموديه بننال التبني ويتم نغسل من خطايانا سواء الوراثيه أو الفعلية. طيب بعد المعمودية واحنا بنغلط تاني نعمل ايه؟ كل ما نغلط نتعمد؟ لا، بيبقى في سر التوبة والاعتراف، تجديد المسيرة اللي هو غسل الايه؟ غسل الأرجل. عشان كده كان يتعمل في خرس التائبين. يعني محتاجين ان احنا قبل ما نتناول يبقى في توبة، توبة مستمرة. وربنا يسوع المسيح خلى الحكاية دي تتم بطريقة عجيبة أوي. هو وطى وغسل أرجل التلاميذ بعد ما عمل لهم الدرس عملي. قال لهم شوفوا انتوا بقى بتدعوني سيدا ومعلما، وانا فعلا كده، فان كنت انا السيد المعلم قد غسلت ارجلكم، فيجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض. وهنا مفيش تعالي، يعني كلنا محتاجين للتوبه، كلنا محتاجين ان نحتمل بعض ونتعامل بصفح
والقضاء مع بعض، اللي تعبر عنها غسل الأرض. حتى في المجتمع العادي في الأمثال الشعبية يقول لك سيد القوم خادمهم. لما واحد يشرب يحب يبقى له أهمية إنه يخدم الآخرين فيبقى سيده، ما يقدروش يستغنوا عنه. ليه؟ لأنه خادمهم. لكن اللي ما يخدمهمش وجوده زي عدم وجوده مش هتفرق. فاحنا في حياتنا بالنسبة للمجتمع اللي عايشين فيه، بالنسبة للأسرة، كل واحد في أسرته، أنا دوري إيه في أسرتي؟ هل أنا بدي ولا عايز أخد بس؟ أخدم ولا عايز أتخدم بس؟ سواء في البيت، في العمل، في الكنيسة. المثال بتاع غسل الأرض دوت هو سر العظمة الحقيقية. اللي عايز يبقى عظيم بالفعل يكون خدام للآخرين. غسل الأرجل إشارة للتوبة اللي تسبق سر التناول. سر التناول بننال فيه بركات عديدة. يعطى لمغفرة الخطايا. احنا لما نتوب ونعترف وناخد الحل بيبقى زي التذكرة اللي تخلينا مؤهلين للتناول. مجرد ما بنتناول بتتمسح خطايانا فورا. فأول حاجة يعطى لمغفرة الايه؟ وبعدين يقول من يأكل من جسد يشرب دم يثبت فيا وأنا فيه. فمحتاجين نتناول باستمرار عشان نثبت فيه. لأن هو قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. فعشان الغصن يبقى ثابت في الكرمة النياه دايما ياخد من العصارة بتاعتها. فيبقى ثابت. في حاجة تانية، يبقى مغفرة الخطايا وثبات في المسيح. الحاجة التالتة ايه؟ حياة أبدية. هو شجرة الحياة. الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية دي بناخدها من خلال سر التناول. بدون التناول احنا نموت، ما يبقاش لينا حياة أبدية. لكن شجرة الحياة اللي آدم منع أن يأكلها ربنا انتهلنا بعد ما كمل الصديق من خلال سر التناول. لما ناكل منه فنحيا إلى الأبد. عشان كده الآباء القديسين يسموه الزاد الأخير. يهتموا جدا اللي يتناولوا ويكونوا متناولين قبل ما يرحلوا. عشان كده يا بخت قبل ما يرحل يكون متناول باستحقاق. تبص تلاقيه يبقى ايه؟ ينطلق. مفيش عار. معاه تذكرة الدخول. الشيطان ما يبقاش له حاجة فيه. عشان كده بعض الناس الأطباء أما بيكونوا لسه متناولين وبعديها بينتقلوا نقول يا بختهم. راحوا يعني إيه؟ مستعدين لله خبز الحياة. فالنهارده بنحتفل بتأسيس أعظم سر اللي هو سر التناول. أنا مش هطول عليكم كتير، لكن غسل الأرجل
يشير لحياة التوبة المستمرة. لأنه زي ما اتصلت فتحتك إلى قصر الأرجل، محتاجين نتجدد باستمرار ونتجسد بالتوبة والاعتراف ونعيش حياة الانتظار، نحتمل بعض، نغسل بعض، نهرول بعض، إن إحنا نساعد بعض على التوبة. خلي بالكم نغسل أرجل بعض الشرط كل مرة نجيب قشط ونغسل، لا، كلنا بنساعد بعض على التوبة، نساعد الآخرين إن هم يتوبوا. ففي التوبة دي غسل إيه؟ أرجل، نقود الناس للتوبة، يبقى هي دي غسل إيه؟ الأرجل. وتأسيس سر التناول اللي هو بينا نال إفراد الخطايا والثبات في المسيح والحياة الأبدية معاه. كل سنة وانتم طيبين.